أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا بالطريقة بأن براعم اليوم هم فقراء المستقبل إن شاء الله، تفتح الطريقة باب المشاركة لبراعمها الصغار في هذا حفل الخضم، في هذا الاحتفال بالجناب الأعظم، بجناب مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يلقي على مسامعنا الفقير أو بالتصغير الفقير عبد المغيث إن شاء الله جوابا لسؤال طرح عن ما معنى أن تكون كركريا. فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأشرف، والصلاة والتسليم بعد إذن شيخ سيدي محمد فوزي الكركاري. أكثر مسامعكم ما معنى أن تكون كركاريا. كركاريا نسبة يعني أن تكون على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. ظاهرا أن تلبس المنقعة جمعة الكون في ألوان، وأن تكون متواضعا لجميع خلق الرحمن تاليا لآيات القرآن، لينا الجانب أبسط حسنة عشرة مع المريدين والإخوان، رؤوفا رحيما للجميع على صفة الأدنان. باطنا أن يكون قلبك مشكاة نورانية مشاهدا لمصباح الربوبية، عارفا للزجاجة الأسمائية، آمنا بأصول الكواكب الذرية، مبايعا للشجرة المباركة الزيتونية، مأذونا بذكر اسم الألوهية، شاربا من كأس الوحدانية. أن تكون كركاريا باختصار يعني أن تكون أحمدي الظاهر محمدي الباطن. الله أكبر.